يا رب أشكرك لأنه ما لا نفهمه بأذهاننا في مرات يستعلم في أرواحنا ويتحول إلى حقائق ونحيا هذه الحقائق في اسم الرب يسوع. هنسي ارفع إيدك كده واعلن باسم الرب يسوع أذهاننا تحت المسحة في اسم الرب يسوع، أرواحنا تحت المسحة في اسم الرب يسوع. يا رب أشكرك لأنه ما نسمعه هو قوة. أهل الرب كده كلامي هو روح وحياة. أشعر وأنا بص عليك أنه في البعض كده بيحاول ينهج ذهنه عشان يفهم لا هو مش بالذهن خالص. باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع يا رب لتنتقل إعلاناتك لنا من الروح للروح. هاليلويا. من الروح للروح في اسم الرب يسوع. ملوك الثاني 18 ده حزقية، ومعظمنا يعرف قصة حزقية. و 18 19 20 ده الموقف اللي أنا عايز أتكلم فيه. ملوك الثاني 20 وهقراه من ملوك الثاني، هقراه من أخبار الأيام. ملوك الثاني 20 عدد 1: في تلك الأيام مرض حزقية للموت، فجاء إليه إشعياء ابن أموص النبي وقال له: هكذا قال الرب أوصي بنيك لأنك تموت ولا تعيش. مين شاطر يقول ده كرونوس ولا كايروس؟ قولوا قولوا يلا قولوا أكتر، كرونوس ولا كايروس؟ مين بيقول وقت ومين بيقول توقيت؟ ارفع ايديكم. مين بيقول وقت ومين بيقول توقيت؟ ومين بيقول توقيت؟ اسمعوني جيدا، مش كل مرة الرب بيقول فيها حاجة بيبقى بيقول لك عشان ده التوقيت. فمرات الرب بيقول حاجات عشان ينبهك انه ده فعل الوقت الطبيعي. لو ده التوقيت مستحيل يتغير، ده الوقت. والوقت هنا بيشتغل مع حزقية في الطبيعي، في الطبيعي. حزقية ملك جيد صالح بس عنده مشاكل، وهنشوف جزء من المشاكل دي دلوقتي وفي ملوك. وبالتالي حزقية ماشي في الطبيعي، والطبيعي ده الأيام الطبيعية دي بتحمل لحزقية حاجة بتحصل في جسده فبيمرض. تقولي ده بيحصل ليه؟ أقول لك ده بيحصل لأنه في حاجة اسمها الفساد. يعني لما آدم سقط الجنس البشري أخضع لإيه؟ للفساد. اللي فيكو سمع في كلية لاهوت أو كده اسمه الفساد الكلي. فالفساد دوت بيشتغل، الفساد بيشتغل مع مرور الوقت، أو اللي احنا بنقوله في مرات نقول ده لأننا في الخزف. اسمعوا التعبير ده، هو ده. حزقية هنا ماشي في الطبيعي. في تلك الأيام مرض حزقية لإيه؟ للموت. حزقية كان ماشي وجسده مرض، والمرض ده يقود إلى الموت. فجاء إليه إشعياء ابن أموص النبي وقال له: هكذا قال الرب أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. لو أنت بتقرأ الجملة دي على إنها حكم أنت غلطان، هي مش حكم. الجملة دي هقولها ببساطة، بس هي مش ببساطة اللي أنا هقولها دي، معلومة. حزقية أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش، لأنك في الطبيعي، لأنه الوقت ماشي، الكرونوس ماشي بالطبيعي ويصنع تأثيرا فيك اللي هو تأثير المرض. فانت ماشي في الطبيعي، مفيش في المشهد ده اي نوع من الاختراق الالهي،
وهذه الكلمة لو بصت لها كده هتفهم انه اللي حصل ده رحمة، صح ولا ايه الاخبار؟ لو اشعياء ما راحش الحزقية وهو مرض الذي للموت يحصل ايه؟ هيموت بعد شوية بمنتهى البساطة. فهو هنا هو بعت له اشعياء بيقول له النبي ده مش بس بيقول احكام، النبي ده بيقول حاجات في مرات تروح منوره حاجات في الروح. يعني الكلمة النبوية واحدة من استخداماتها انها لما تطلق انت بتشوف حاجة في الروح انت ما كنتش شايفها. فهو هنا حزقية مرض الذي للموت، بس هو ممكن يبقى بالتأكيد جواه أمنية انه ما يموتش، او بالتأكيد جواه يمكن الموضوع يعدي، بس يروح له أشعياء يقول له خلي بالك يا حزقية هذا مرض للموت. يعني لو ما حصلش اختراق مختلف سماوي النتيجة الطبيعية للكرونوس هنا هي ايه؟ هي الموت. هكذا قال الرب اوصي بيتك لانك تموت ولا تعيش. فوجه وجهه الى الحائط وصلى الى الرب قائلا يا رب اذكر كيف سرت امامك بالامانه وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقيا بكاء عظيما. ايه اللي حصل هنا في الموقف ده؟ انه حزقيا راح اتحد بالرب، وحزقيا هنا استخدم الطريق الصحيح. ما هو الطريق الصحيح هنا الاتضاع. تقول طب هو ليه حزقية؟ هو القصة دي كلها ليه؟ يعني وأي واحد لما يجي هيموت ينفع يعمل كده؟ يعني مثلا بولس هو بيقول وقت انحلالي قد أتى، هو ده طبيعي؟ لا ده مش طبيعي. لا في نقطة مهمة جدا في القصة عشان تفهمها هنط بيك على إصحاح 21. ده منسى، كان منسى ابن 12 سنة حين ملك. مين منسى ده؟ ده ابن حزقية. ده ابن حزقية. ولو رحت على انجيل متى كان ابن كم سنة لما ملك؟ تاخدين بالكو؟ 12. روح على انجيل متى اصح 1 وعدد 10 يقولوا حزقية ولد منسى، ومنسى ولد امون، امون ولد يوشيا، يوشيا لغايه ما نوصل فين؟ ويعقوب ولد يوسف رجل بريء والتي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. ومنسى ده اللي هو ابن حزقية نرجع تاني ملك وهو عنده كم سنه؟ والرب مد في عمر حزقية كم سنة؟ يعني منسى ده اتولد امتى؟ يعني لو كان مات مفيش منسى. هو فاهم انه دي القصه. فهو خلي بالك عشان ده مهم جدا. الوقت الطبيعي الكرونوس اخده فين؟ اخده للموت. بينما الخطه التكليف ما كانش لسه خلصت. الفساد الطبيعي اخده للموت بينما التكليف لسه مخلص. في موقف من موقفين كتابيين حزقية كان المفروض يعملهم، يا إما يقف بسلطان عنده نموذج بتاع موسى مثلا وعنده نماذج كتير، أو بتاع يشوع عشان يوقف الموت. ما كانش الموضوع مشي. ليه ما كانش الموضوع مشي؟ لأن الموضوع ما كانش متوقف على أرواح شريرة هنا. يعني حزقية ما كانش بيتحارب أرواح شريرة، فلما هيقف بسلطان هيروح موقف الموضوع. حزقية كان بيعمل فيه قوة الفساد الطبيعية اللي ممكن حزقية في الوقت ده كان عنده قدر من النور أو من الطاقة لأنه ملك صالح، اللي ممكن لو زادت شوية، وده اللي حصل، لو زادت شوية تواجه عمل الموت
اللي بيحصل، وده اللي حزقية عمله. بس ده بيحصل ازاي؟ مش بالسلطان، بيحصل بالاتضاع. فحزقية هنا اتضع جدا عند الرب، راح جاي للرب. الشاهد المشهور جدا، وجه وجهه الى الحائط وبكى بكاء مرا. يعني ايه وجه وجهه الى الحائط؟ يعني راح قال اوكي، هو اشعياء ده مين يا جماعة؟ ده النبي. فراح قال اوكي، اشعياء النبي جه قال لي ان الرب بيقول ان انا اوصي بيتي عشان انا موتا هموت. اشعياء كتر خيره فتح قدامي اني شفت ان انا ماشي في سكة الموت. ده الوقت انا هروح مدي قفايا للوقت، وهبص في العمود في الحيطة، وهصلي انه توقيتاته تخترق كل ده بما فيها الكلمة اللي اشعياء قالها. فانا هتضع تماما امام الرب عشان توقيتات الرب تخترق الوقت الطبيعي. انا مشيت في سكة معينة، ما عندي من طاقة، ما عندي من قوة لا تجعل هذا المرض يميتني. انا في حتة مش في الحتة دي، اللي عندي مش كفاية، فالمرض هيموتني. فمحتاج اتضع جدا امام الرب. فيبكي بكاء مرا ويتحد بالرب، ويحصل بقى المعجزة اللي احنا عارفينها ديت. يا رب، في عدد 3، اذكر كيف سرت امامك بالامانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقية بكاء عظيم. لم يخرج اشعياء الى المدينة الوسطى. يقول لك في الوقت ده حاجه زي يعني المدينه 3 اقسام. ف يقول لك ده قريب قوي قوي من القصر بتاع حزقية. يعني الفاصل الزمني صغير قوي اللي حصل فيه هذه التوبه، هذا الاتضاع. ولم يخرج اشعياء الى المدينه الوسطى حتى كان كلام الرب اليه قائلا: ارجع وقل لحزقية رئيس شعبي هكذا قال الرب اله داود ابيك. انتوا واخدين بالكم؟ التركيز هنا، الإشارة هنا لإيه؟ لداود، لأنه هي دي قصة. هو عارف كويس قوي إنه هو من نسل داود، ولازم يجي حد من نسله، يجي حد من نسله. روح قول له إنه التكليف بيسترد. روح قول له هكذا قال الرب إله داود أبيك: قد سمعت صلاتك، قد رأيت، أشفت الاتضاع بتاعك، أخذت الطريق الصحيح، أنا شفت الاتضاع بتاعك، ها أنا ذا إيه؟ طب هو ما كانش نافع تشفيه من الأول؟ يعني ما كانش ينفع أشعياء يروح يقول له: حزقية أنت مرضت مرضك للموت بس الرب بيشفيك. طب هو حزقية كان عمل خطيئة المفروض يتوب عليها؟ هو في حاجة حصلت هنا فيها؟ مفيش حاجة، مفيش خطية أصلاً. مفيش خطية في المشهد هنا. امال ايه اللي حصل؟ في حاجه اسمها اتحاد، في حاجه اسمها موقف صلاه معين لما حزقية هيوجد فيها، تنسكب فيه طاقه الهيه. هذه الطاقه الالهيه كافيه لمواجهه الموت اللي شغال فيه، قوه الفساد اللي شغاله فيه. فهيحصل ايه؟ فهيحصل نتيجه طبيعيه ان الرب يرجع اشعياء. انا بتخيل اشعياء، اشعياء ماشي، راح قال للراجل خلاص بيجهزوا العزاء، هيموت خلاص، ما هيموت، بيكتب وصيته، ويكتب وصيته. اشعياء طبعا النبي وكانوا اصحابه كده، فاكيد. وبعدين هو رايح خلاص، راح بيقول له: اشعياء ارجع قول له مش هتموت على فكره، انا لسه جاي من عنده دلوقتي اقول له هتموت، ارجع قول له مش هتموت. في حاجه اسمها اختراق توقيتات الله للاوقات الطبيعيه بما تحمله من تاثيرات، بما تحمله من تأثيرات. في حاجة اسمها اختراق توقيتات الله عندما نتضع أمام الرب باتضاع حقيقي للوقت بما يحمله من تأثيرات موت. فيرجع أشعياء: ارجع وقل لحزقية رئيس شعبي هكذا قال الرب إله داود أبيك: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، هأنذا أشفيك. في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب وأزيد على أيامك 15 سنة. وفي قوة للتسبيح وللفرح انسكبت بداخل حزقية. في قوة حصلت لما تدرس المزامير بتاعت المصاعد دي، ويمكن بعضك سمعني بقول ده قبل كده. مزامير المصاعد دي 15 مزمور على 15 سنة.
بتوع اللي تمدوا في حياه حزقية. حزقية شخصيا كتب منهم 10 مزامير، والباقي داود وسليمان واحاز. والدارسين يقولوا كده لما تكمل قرايه يقول كده في عدد 6: أزيد على أيامك 15 سنة وأنقذك من يد ملك أشور مع هذه المدينة، وأحامي عن هذه المدينة من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. الجملة كلها من أجل داود عبدي. فقال أشعياء: خذوا قرص تين. فأخذوها وضعوها على الدبل فبرأ. وقال حزقية لأشعية: ما العلامة أن الرب يشفيني فأصعد في اليوم الثالث إلى بيت الرب؟ قال أشعية: هذه لك العلامة. والعلامة مميزة جدا لأنها بتقول لك أنه في حرب ما بين الوقت والتوقيت. هي دي العلامة اللي اختارها الرب. ما هي العلامة اللي اختارها الرب؟ يقول كده: هذه لك علامة من قبل الرب على أن الرب يفعل الأمر الذي تكلم به. هل يسير الظل 10 درجات أو يرجع 10 درجات؟ فقال حزقية: إنه يسير على الظل أن يمتد 10 درجات، لا بل يرجع الظل إلى الوراء 10 درجات. فدعا أشعياء النبي الرب فأرجع الظل بالدرجات التي نزل بها بدرجات أحاز 10 درجات إلى الوراء. درجات أحاز دي الجهاز اللي أحاز أبوه جابه ويقول لك ده استورده في الوقت دوت من بابل تقريبا، مش عارف ولا إيه. ليه؟ عشان ده الميقاتي. عارفين الميقاتي الوحيد ده؟ الميقاتي يبصوا عليه كده فيعرفوا إنه ده اليوم بيعدي، ده الأيام بتعدي. الظل لما بيروح اتجاه واحد. فنفس هذا الجهاز المرعب جدا لحزقية. ليه مرعب لحزقية؟ هيموت. نفس هذا الجهاز المرعب لحزقية يروح حزقية فيلاقي الظل فيه رجع 10 درجات. فبص تخيلوا معايا، هو الجهاز ده عامل زي السلم كده، اوكي، وبعدين الظل بيطلع مثلا، يعني بيطلع. وبعدين يروح حزقية يلاقي ايه؟ يلاقي الظل ايه؟ درجة 2. انا اتخيل كده يعني، حزقية الظل بينزل درجة 2 وهو عمال يطلع ويرنم مزمور، ويرنم مزمور عمال ينزل وهو عمال يطلع. حقيقي هو ده البوزيشن الصحيح اللي توقيتات الله بتخترق فيه اوقاتك وازمنتك. الفرح، التسبيح، تثنية 28 الآية اللي قريناها وإحنا بنسبح: استعبدوا لأعدائهم. تخيلوا أن هذه الآية بتلخص ليه الشعب استعبد لأعدائه في حاجة واحدة بس. إيه هي؟ لم يعبد الرب بطيبة وفرح، بطيبة قلب وفرح لكثرة كل شيء. فإيه اللي حصل؟ استعبد لأعدائه. عايز أروح على أخبار الأيام لأنه أخبار الأيام التاني. هو أشعياء صلى، المعجزة حصلت جواه، اختراق التوقيت حصل جواه طبعا. بس أشعياء هو نفسه اللي قاله خبر الموت، هو لازم يرجع يرد الخبر تاني، ولازم يحصل شيفت في الجو كله اصلا، يحصل شيفت في البلد. لانه أشعياء ده دي حاجه مش سهله، انه النبي يروح للملك يقول له هتموت، هو رايح خلاص، هما بيعملوا اعدادات فعلا. ففي حاجه هنا لازم تحصل مختلفه. انا اللي عايز اركز عليه قوي الفرق ما بين الاتضاع والسلطان. انا يمكن قلت ده بس عايز اقوله تاني. في هذا الموقف ما كانش ينفع حزقية يستخدم السلطان. في الموقف بتاع يشوع، يشوع استخدم السلطان. لو لخبطت الحاجتين على بعض الموضوع مش بيمشي. اخبار الايام التاني اوكي هذا سؤال جميل. طيب أسأله بطريقة تانية وأجاوب عليك. هو نقطة انتهاء الحياة، نقطة انتهاء الحياة في تعليم الكتاب نقطة ستاتيك، يعني الشخص مكتوب لي إنه مش عارف ليه بتقوله ببساطة كده. لأ
مين شاطر يقول آية ومايكل دول 5 جنيه؟ ما هي أول وصية بوعد؟ لكي إيه؟ هل هذه الآية أصلاً، دي أبسط آية هي، بتقول إيه؟ صح؟ ممكن تطوله، ممكن إيه؟ ممكن تقصر. هل يمكن أن تنتهي حياة شخص دون أن ينهي تكليفه؟ طبعاً ممكن. طب هو أقول لك مثل بسيط جدا احنا بنقوله بس مش بنربط الحاجات ببعض. هو مش في مؤمنين هيكللوا لأن هم خلصوا تكليفهم، وفي مؤمنين مش هيكللوا لأن هم خلصوش. طب ما هم ماتوا ما خلصوش، ببساطة. واللي كان بيحصل هنا مع حزقية بالطبيعي كان يوديه للحتة التكليف ده، الرب كان هيجيب سكة تاني، هيلاقي سكة تاني. في أخبار الأيام التاني بيلخص القصة في عدد 24، بيقول في تلك الأيام مرض حزقية إلى حد الموت، وصلى إلى الرب فكلمه وأعطاه علامة، ولكن لم يرد حزقية حسبما أنعم عليه لأن قلبه ارتفع، فكان غضب عليه وعلى يهوذا وأورشليم. ثم تواضع حزقية بسبب ارتفاع قلبه هو وسكان أورشليم، فلم يأتي عليهم غضب الرب في أيام حزقية. وهنا بيوضح قوي التواضع كمفتاح في حياة حزقية. حزقية بعد شوية، حزقية خلاص أخذ من يد الرب ما يكفي لإتمام تكليفه، فعشان كده بيعيش 15 سنة تاني. بس بعد شوية راح يغلط غلطة تاني. حد عارف الغلطة بتاع حزقية؟ بالظبط كده، بالظبط كده. اللي حصل لما الظل رجع ده ما كانش حدث محلي، انتوا عارفين كده، ما كانش حدث محلي، ده حدث الجيران والسكان بتوع المدن الاخرى شافوه. حصل حاجه في الزمن، حصل حاجه في الوقت. عرفنا ده منين؟ الكتاب بيقول بوضوح ان هم جم علشان يسالوه على الاعجوبه. ممكن ناخدها من اعتقد سفر الملوك، يمكن نلاقيها بوضوح. الملوك الثاني لا مش في الملوك الثاني، الملوك الثاني لانه سمع ان حزقيا قد مرض. نشوفها في أشعياء. حد يدور معايا، هتلاقوا آية في واحدة من الثلاث أصفار بيقولوا إن هم جم عشان يسألوه على الأعجوبة. يقول لي لاقيها، يقول لي حد لقاها عشان مايكل يديله 5 جنيه. انا لقيتها تمام. 2.5 هنا و2.5 هنا عشان لقيتها برضو. اخبار ايام 32، بصوا وعدد كام يا ماجد؟ كانت قدامي، دي كانت قدامي، مش عارف راحت فين. ايه برضه ما اختفت من عندك؟ ايوه تمام. وهكذا في امر تراجم رؤساء بابل الذين
32 31 اخبار الايام الثاني 32 31. انتوا اعزائكم الوحيد ان دي دراسه يعني تعليم مش وعظه. وهكذا في امر تراجم رؤساء بابل الذين ارسلوا اليه ليسالوا عن الاعجوبه التي كانت فين؟ في الارض. يعني الاعجوبه اللي كانت في الارض دي اللي هي ايه؟ رجوع الظل. فاللي حصل ما كانش محلي، فاهمين؟ يعني مش بس ان هم، لا ده ايه اللي حصل؟ ده حصل في كانه في اعجوبه في الارض، كل الشعوب شافت، اللي حواليهم شافوا اللي حصل، فبعتين عشان يسالوه وجايبين له بقى هدايا بس خلي بالك انه الشعوب اللي جايين عشان يسالوه دول، دول امم. يعني مش المفروض ان هو يعمل معاهم علاقات وان هو راح هو واخدهم وراح عمل ايه؟ وراهم كل حاجه. هذه رساله تحذيريه. اشعياء 39 عدد كام؟ بالظبط. في ذلك الزمان ارسل مردوخ بلدان ابن بلدان، اسمه لذيذ قوي، ملك بابل رسائل وهدايا الى حزقية لانه سمع انه مرض ثم صح، ففرح بهم حزقية واراهم بيت فرح بهم حزقية واراهم بيت زخائره. يعني لما جم كده قال ياه. انا ليه بقول ده؟ لان ده بيقول لك حته من اللي كانت في نفسيه حزقية. حتى الدارسين يعني كتير من الدارسين هو بالنسبه له الله بتوع بابل دول ملوك كبار، يعني فاهمين؟ ففرحان بيهم، يعني فرحان ان هم جايين يزوروه. ففرح بهم حزقية واراهم بيت ذخائره الفضه والذهب والاطياب والزيت الطيب وكل بيت اسلحته وكل ما وجد في خزائنه، لم ياكل شيء لم يرهم اياه حزقية لم يرهم اياه حزقية في بيته وفي كل ملكه. فجاء اشعياء النبي الى الملك حزقية. طبعا اشعياء وراء يعني هو. وقال له: ماذا قال هؤلاء الرجال؟ هم من اين جاؤوا اليك؟ فقال حزقية: جاؤوا من ارض بعيده من بابل. فقال: ماذا راوا في بيتك؟ فقال حزقية: راوا كل ما في بيتي، ليس في خزائني شيء لم ارهم اياه. فقال اشعياء لحزقية: اسمع قول رب الجنود، هو ذا تاتي ايام يحمل فيها كل ما في بيتك ومخزن ابائك الى هذا اليوم الى بابل، لا يترك شيء، يقول الرب. اخر حاجه هقولها، في فرق ما بين مستوى الافعال الخاطئه ومستوى الليك اوف انرجي، العوز في الطاقه الروحيه نتيجه عدم التصاق كافي بالرب. في فرق ما بين الاثنين. حد كم واحد فهم؟ اوكي. في فرق ما بين الافعال الخاطئه، يعني هنا حزقية عمل فعل خاطئ، انتوا واخدين بالكم؟ ما ماتش، ما كانش نتيجته الموت، انه عمل فعل خاطئ. بينما في الشاهد الاولاني هو بيمرض وهيموت مش نتيجه افعال خاطئه، لكن نتيجه حاله مش مكتمل فيها، هتكلم بلغه العهد الجديد، مش مكتمل فيها الكمال المسيحي بما فيه من طاقه الهيه. يعني مفيش خطيه في الاولانيه، بينما الافعال دي قد نطلق عليها من منظور معين خطا او خطيه، بس ما كانتش تكفي ان هو يموت. هذا هام جدا، لانه مش اللي بيضبط حياتي وحياتك هو الافعال. الافعال مهمه، بس في حاجه اعمق بكتير من الافعال اسمها الحاله اللي احنا فيها، اللي بنستقبل فيها الحياه والطاقه الالهيه من الرب. سريان الطيار بتاع او العصاره بتاعت الكارما فيا وفيك. يعني ممكن شخص يبقى الافعال اللي خارجه منه قدام كل الناس صحيحه تماما، بس هو مش في الحته اللي الطيار بتاع الحياه شغال فيه. ربنا يستر. عايز اتاكد ان انتوا فاهمين. ايه الجمال ده؟ يعني هنا بعد لما حزقية خف اوكي
ورب مد في عمره 15 سنه، عمل فعل غلط، بس الفعل الغلط ده ما حطوش تاني في حته الموت، بينما هو كان في حته الموت لانه الالتصاق بالرب المشغول اللي هو اللي عمله لما وجه وجهه الى الحائط وراح سايب كل الناس ووجه وجهه الى الحائط. دي مهمه قوي، يا ابونا كاتب كتاب عن الجمله دي، وجهك الى الحائط اسمه كده ليه؟ لان وجه وجهه الى الحائط دي بتقول ايه؟ بتقول انه اصم اذنه تماما عن كل الناس، بينما في في الموقف اللي بعد ما خف هو عمل ايه؟ هو فرح باللي جاي له من بابل. فالفعل لم ياتي به الى الموت، بينما الحاله اللي فيها عوز من الطاقه الالهيه من الاتحاد، العوز ده كان يكفي انه هذا الشخص يذهب الى الموت. تقصد ايه؟ بس ما عملش فعل، يعني هو ما عملش ده هنا في الموقف الاولاني، عدم وجود فعل كان المفروض يعمله اللي هو الاتحاد. ايوه بالظبط. طب ممكن اجاوبك بعدين عشان هلخبطهم، فاحنا خلص الموضوع ده مع بعض. مش عارف ما اجاوبش جزئيا. الحياه الروحيه زي ما العدو عنده طاقه اللي هي الظلمه بيسكبها علشان يائسك ويضعفك، في طاقة إلهية، هذه الطاقة الإلهية لما بتنسكب دي ليها مقدار، في مقدار من الطاقة الإلهية انسكب عنده هنا يكفي ال 15 سنة دول. الطاقة الإلهية دي وهو الخناقة دائما اللي بيخليك قادر تخدم أو ما تقدرش تخدم أو مش قادر تخدم، الخناقة ما بين المنسوبين دول. انا بستخدم تعبيرات الطاقه لانه العهد الجديد بيستخدمها بس احنا مش بنترجمها، يعني في انرجيه اللي هو الطاقه دي موجوده في العهد الجديد. ممكن اتكلمنا في المجموعه في مره في دوت 5-6 مرات بولس هو بيقول عمل شده قوته، هو بيتكلم عن انرجيه، بيتكلم عن طاقه. ايه اللي بيخليك قادر تخدم او مش قادر تخدم في مرات كتيره؟ مقدار الطاقه الداخليه اللي جواك لاجل الخدمه مش واصل للمنسوب اللي معاه يهجم على مياه العدو، على طاقة العدو فينهيها. ايه اللي بيخلي في مرات، طبعا دي بعض الحالات انا مش بقول مش بعمم، بس ايه اللي بيخلي مثلا في مرات الاختراق في اجتماع سهل جدا بينما في مرات تانية الاختراق مش سهل قوي؟ حصيلة الطاقة الروحية المنسكبة بالروح القدس بداخلنا بتخلينا في مرات لما بندخل، لما ندخل كنيسة، لما ندخل اجتماع، لما بندخل في طاقة روحية منسكبة جوانا، والطاقة الروحية دي أعلى من الطاقة بتاعت العدو، فتلاقي مش بيحصل بوم في مرات؟ هي دي. ففي خناقة في الحتة ديت، ولازم تبقى فاهم ده كويس. لو انت الرب دعيك انك تخدم شخص، ما تخدم حياة شخص معين وانت حاسس ان انت عمال ترزق في الحيط ومفيش حاجة بتحصل، ده معناه ايه؟ الذهن الطبيعي يا عم هو مقرف، هنعمل معاه ايه يعني؟ بجد الذهن الطبيعي زي بالظبط لما مثلا ما يعني ما اسهل انه نروح نخدم في مكان مثلا في كنيسه او كده ولا الجو مقفول، هنعمل ايه؟ هم اصل بعاد خالص عن الحته بتاعت الروح ديت وكده، هم الحقيقه انه اذا لم يوجد رفض من الشخص اللي انت بتخدمه او من المكان اللي انت بتخدمه، يعني انت ذهبت الى مكان عشان تخدم وبعدين في رفض لمواهب الروح، في رفض لعمل الروح، ما تعرفش تعمل فيها حاجه ديت، بتصلي ان الرب يلين قلوبهم، فاهمين؟ بس اذا لم يكن هناك رفض، واذا لم يكن هناك نزاعات برضه في المكان، لانه ثمر البر يزرع في السلام، اذا لم يكن هناك ده واذا لم يكن هناك ده، يعني الناس عاديه كده بس مفيش حاجه حاصله، ده معناه ايه؟ ده معناه اننا نحتاج ان نمتلئ بروح القدس اكثر لمواجهه الظلمه الموجوده في هذا المكان.
فاهمين؟ انا عارف انه الكلام ده يخليك تقول اه يعني ده ممكن يبقى الـ 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 لو في فشل او في تعطيل في حياة شخص انا بخدمه، ده ممكن يبقى لاني بخدمه انا مش ممتلئا بالروح القدس الى الدرجة التي معها تحدث له حرية. ممكن يوجد احتمال، مش بقول ان ده هو العائق، بس يوجد احتمال. اه يوجد احتمال. هل تفهمونني؟ اوكي، نعمل ايه بقى في الظروف اللي زي كده؟ نمتلئ بروح قدس. نمتلئ بروح قدس. المبهج جدا في هذه الكلمات، وده بالنسبه لي ما اشاركك بيه النهارده، ده امر الرب قعد يكلمني فيه وقت طويل قوي، وحاسس ممكن ابقى حاسس بمشاعر بعضكم وانتوا بتسمعوا الكلام ده، بس المبهج جدا 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 انه في لحظات يحدث الاتحاد مع الرب، يحدث الملء بالروح القدس، في لحظات انا بتنقل لمستوى تاني خالص بيفتدى في الوقت لاجل التوقيت. في لحظات ده هذا وعي روحي بقى لما بقف قدام الرب، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. انا هنوقف ربع ساعه تلت ساعه، نفسي ما حدش يمشي لان الوقت ده مهم جدا، وده اللي هنعمله، هنقف قدام الرب لاجل الامتلاء بروح القدس. احنا نحتاج ان نمتلئ بروح القدس لاجل افتداء اوقات هي ماشيه رايحه لنتيجه معينه. يا رب نبه ارواحنا في اسم الرب يسوع انه ممكن يبقى الوقت رايح في اتجاه معين، والرب عايز يعمل ايه مره تاني. هذه هي الرساله الاساسيه لهذا اليوم. انا لو الاجتماع ده لو ينفع نطول النهارده ل 12، انا كنت طولت ل 12 عشان نصلي في ده. فاحنا محتاجين معجزه في الوقت. امين. تدفن النور ونقف امام الرب لاجل افتداء الوقت، لاجل التوقيتات الالهيه. يا رب واقفين امامك لاجل عكس لكل تراكم اتي من نتيجه مرور الوقت. يا رب احنا واقفين قدامك عشان تعكس. انا نرفع ايدينا ونتحد باسم الرب يسوع. احنا واقفين قدامك عشان تعكس كل تراكمات يا رب سلبية، وكل تراكمات من مملكة الظلمة، وكل تراكمات بسبب أمور طبيعية وبسبب الفساد الطبيعي. احنا واقفين قدامك عشان تعكس. يا رب احنا بنيجي نوجه وجوهنا نحوك. هللويا. اصنع معجزات هنا ايها الرب، اصنع معجزات هنا ايها الرب. اطلقنا في توقيتك يا رب، اطلقنا في توقيتك يا رب، اطلقنا في توقيتك، اطلقنا في توقيتك في زمن لا يعرف فيه الكثيرون شمالهم من يمينهم في اسم الرب يسوع. اطلقنا في ملء توقيتك يا رب. نفش ولا بدك الشمال. أنا كم نحن نحبك بلا خوف. أتين للآب السماوي. نعم بلا خوف. هللويا. بلا خوف. لما أشعيا راح دي كانت نعمة. هللويا. بلا خوف. أوه هللويا. هنا عن ملكوت معظم عملك مبارك الرب إلهنا. مبارك الرب إلهنا. أبانا كم نحن، أبانا كم نحن نحبك، نرفعك فوق كل شيء، يعلن تسبيحنا عن ملكوتك. ما أعظم
تكون الرب إلهنا الكائن والوفي يكون مبارك الرب إلهنا يا كريم مبارك الرب إلهنا ملك أبدي ملك أبدي هللويا. تنفتح امامنا مساحات في الروح، نقف فيها امام الرب. تنفتح الان مساحات في الروح، نقف فيها امام الرب. كان حزقيا وجهه الى الحائط، لكن كان في مساحه مفتوحه بالروح. نعم هللويا. كان في وجهه الى الحائط، لكن كان في مساحه مفتوحه بالروح. تنفتح مساحات امامنا في الروح باسم الرب يسوع، لاجل الوقوف امام الرب لعكس الوقت في اسم الرب يسوع. تنفتح امامنا هاليلويا، تنفتح امامنا هاليلويا مساحات في الروح، مساحات في الروح، مساحات في الروح باسم الرب يسوع. مبركم امام الشلل اليسار، تنفتح مساحات في الروح. نقف ونعكس، نعكس بصائر عائلتنا، نعكس بصائرنا الشخصيه ليتناسب وليتطابق مع توقيتات الرب في اسم يسوع. ممكن تبقى مش مستوعب كل الكلام، انا عندي خبره في حياتي هللويا لم اكن مستوعبا فيها ما اقوله الان من سنين وسنين، بس افهم انه وقفت في مساحه في الروح فصنع الرب نعم مفتخرا. هللويا هللويا هللويا، لانه مش بالذهن لا بالقوه ولا بالقدره بل بروحي قال رب الجنود. تعرف وانت واقف دلوقتي تلقط الاعلان اللي في الروح وتتحد بيه وتقول انا واقف في مساحه في الروح لعكس الاوقات الطبيعيه في اسم الرب يسوع. يا شمس دومي يا شمس دومي على جمعون، يا شمس دومي على جمعون لغايه ما خلص تكلفنا. أعيش بك ومجدك أعبدك أعبدك هي هي الركوب السلام على بعض. أعيش بك ومجدك حينما أدنو، حينما أدنو من قدسك، حين أنظر جمالك تصبح كل الأشياء ظلالا في نورك. حينما أسر طابك أخضع مشيئتي لك، تصبح كل الأشياء ظلالا في نورك.
جهدك أعبدك خالق المسكونة أعيش لك. أنا جاي أبتحب خالق المسكونة لأجل آيات وعجائب فائقة. أنا جاي أبتحب خالق المسكونة يسوع المسيح ربي لأجل معجزات فائقة. أعيش بك فننتصب في محضر الرب فننتصب في محضر الرب إذ ننحني في محضره ننتصب ونمتلئ بالقوة فننتصب في محضره فننطق بكلمات الرمى. الرمى يعني الحق بتاع دلوقتي اللي بيجيب التوقيت. يسوع اسمك عظيم. يسوع اسمك عظيم. ونعظم اسم يسوع. يسوع اسمك عظيم. يسوع اسمك. يسوع اسمك عظيم. نسجد لك. اسمك عظيم يسوع أنت مالك وعندما وعندما قلبي اسجد عندما نعلن اسمك حاني الأرض لك اسجد كل جباه تعترف يسوع اسمك عظيم اسجد لك اسمك عظيم يسوع انت مالك اسجد لك اسجد لك اسمك نرفع اسمك نرفع اسمك نرفع اسمك في كل الأرض نرفع اسمك قول ما قول على الجبال نرفع اسم الرب
على الجبال ارفع اسم الرب نعم في كل الارض على الجبال ارفع اسم الرب نعم ارفع اسمك ارفع اسمك ارفع اسمك في كل الارض ارفع اسمك ارفع اسمك ارفع اسمك في كل الارض اسمك عالي مشيب قدير ارفع اسمك في كل الارض ربا ربا يا فضل ربا فريني السلا اسمك عالي مشيب قدير ارفع اسمك ارفع اسمك ارفع اسمك ارفع اسمك ارفع اسمك في كل الارض ارفع اسمك ارفع اسمك ارفع اسمك في كل الارض مجدك كل الارض مجدك كل الارض مجدك كل الارض قدوس للرب مجدك كل الارض مجدك كل الارض مجدك كل الارض قدوس للرب قدوس أعظمك لأنه لا أوقات ضيعة أعظمك ارفع إيدك كده وإعلن معي هللويا لا أوقات ضيعة في حياتك لا أوقات ضيعة في حياتك أنا شعر عايز أروح لأشخاص كده في وسطينا لا أوقات ضيعة في حياتك في اسم الرب يسوع لا أوقات ضيعة في حياتك في اسم الرب يسوع رب الجنود هللويا الذي يغير الأوقات والأزمنة هو معك هو معك هو معك هو معك هللويا هللويا يا روح الله صلي ادينا صلابة للمواجهة في اسم الرب يسوع صلابة للمواجهة في اسم الرب يسوع صلابة للمواجهة في اسم الرب يسوع هللويا لنعبد الرب بالفرح والحمد والناس كان له نقف مع بعض هللويا نعطي للرب المجد نعبده بفرح بطيبة القلب في اسم الرب يسوع ونفك قيود هللويا ونرفع الأيدي الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتف له ونفرح بالرب لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتف له ونرفع الأيدي الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه غنم مرعى الرب هو الله هو صنعنا مرعى غنوا ورنموا بأعزب الألحان بالأيدي صفيتوا لسيد الأكوان غنوا ورنموا بأعزب الألحان بالأيدي صفيتوا غنوا ورنموا غنوا ورنموا بأعزب الألحان بالأيدي صفيتوا
لسيد الأكوان. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنمه مرعى. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنمه مرعى. نقاتل المكة لسيد السماء، والمسبح الحمد لمن توصينا. نقاتل المجد لساكن السماء، ونسبح الحمد لمن توصينا. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم. باسم إلهنا، باسم إلهنا سنرفع الرايات، وبخلاصه ستعلو الترنيمات. باسم إلهنا سنرفع الرايات، ستعلو الترنيمات. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى.